طربتنا الطيارة، أنا بطل أسمع وهدوه أخواتي، هدوه هن بالضاع، هن ماتوا. طلع الطيران الروسي نفذ 3 غارات على ضيعتنا، وراح فيها 54 شخص. راحوا ولادي، راحوا عندي بنات 2، وعندي ولد كان عمره 4 سنين، راح سمعه طول طول. مالنا قدرة نحطه في مدارس خصوصي، وإذا بدي أحطه في مدارس إنه صم يعني معنى هون مدارس صمون، ولهالسبب هذه بطلته من المدرسة. طالعته معي على الشغل لكن ما لفوته وأطالعه حال النفسية اللي عنده. عملنا له عمليات، صار 3 عمليات عملنا له، كل ما يرجع سمعه وما رجع سمعه. يعني كل ما بروح على دكتور بيقولوا لي بده سماعات، ونحن بحاجة لسماعات له لهالولد هذه.